أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله هنقدم حلو سهل وسريع وخفيف كمان، بيناسب إن إحنا بعد الصيام أو كده لو مش عايزين واكلين حاجة تقيلة، ده مناسب ويناسب كمان الحرارة بتاعت الصيف. هنعمل إن شاء الله جيلي بطعم المشمش مع قطع الاناناس. الاناناس ده ممكن تجيبي طازه وممكن تجيبيه الكومبوت المعلب. انا جبت النهارده المعلب واحتفظت بالميه بتاع اللي هي الشربات او السيرب اللي بيبقى معاه، خدت منه كوبايه وشلت كوبايه. دي اللي هنحطها على النار لحد ما تغلي، نحط عليها الجيلي وبعد كده نقلبه لحد ما يدوب خالص، وبعدين نحط عليه الجيلي الميه اللي هي البارده بتاعه الكومبوت ونقلبه، ونحط الكومبوت في كوبايات التقديم ونحط الجيلي عليها. هنيجي بقى للطريقه. انا عندي هنا اهو باكت الجيلي بياخد كوبايتين ميه، اهو الطاسه هنحط كوبايه من ميه الاناناس الكومبوت. هنا ممكن تستخدمي ميه، بس انا هنا مستخدمه الميه بتاعت حفظ الكومبوت اللي هي الشربات دي، علشان بتدي يعني ايه تسكيره كده حلوه وتعزز الطعم بتاع الاناناس. هحط دي على النار تغلي وبعدين احط فيها الجيلي واوريك هتبقى عامله ازاي. ده اهو بعد ما السيرب او الشربات بتاع الكومبوت غلي، حطيت عليه الجيلي على النار وفضلت اقلب فيه لحد ما ده. بعدين بقى هنجيبه وهنحطه على الكوبايه الثانيه اللي احنا شايلينها الساقعه بالشكل ده كده. هنجيب بقى الكوبايات او الكاسات اللي احنا هنقدم فيها، هنحط فيها الكومبوت بتاع الاناناس كده. ممكن تحطي اي نوع تاني، يعني ممكن كومبوت خوخ، كومبوت فواكه مشكله، الموضوع يرجع لذوقك انت. حط كده وهنصب ده فوق بالراحه كده. نحاول نضغط شوية على الكمبوت عشان ما يطلعش على فوق كده. صبه بالشكل ده وده هنسيبه يبرد في التلاجة خالص وبعد كده نقدمه. هوريكوا بقى شكله بعد ما يكمل ان شاء الله هيبقى عامل ازاي. ده شكل الجيلي اهو لما جمد في التلاجة، قعد حوالي 6 ساعات كده يتقدم سائع وطعمه لذيذ جدا وان شاء الله يعجبكم. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم واشوفكم ان شاء الله بكرة.